بونجور ليديز اند جنتلمان، مرحبا بكم في فلوج جديد اجين. نهار شباب مزيان معاكم المهدان، اموركم في الاجبان. 48 ساعه برك عندنا في المغرب قبل ما ناخذوا الطياره ونطيروا للوجهه النهائيه اللي باز مانيش نقول لكم عليها تو. دونك الرحله بدات يا الاحباب، والمهدان في الرباط من هنا باش تبدا الرحله. كما يقولوا المغاربه كاين بزاف ما يتشاف وكاين بزاف ما يدار. دونك باش نسكم معايا ونمشيو ناكلوا ونشربوا ونحوسوا ونكتشفوا المغرب ومن بعد نمشيو. سبيسيال ديديكاس للعباد اللي تعمل لايك وكومنت وشير قبل ما يوفى الفيديو، على خاطر عندهم الثقه في المنتوج وعندهم الثقه في المهدان. Coming up بعد الفيديو هذا. بيس. المهدان اكيد ما يتحرك كان بالليسانس، جينا لهنا ذي المارينا كما يقولوا هنا مارينا ديال السلا. نمشي وخويا نعملوا فطير مغربي ونجربوا الفطور المغربي. بدايه النهار لازمنا ناكلوا بالقدا نوحلوا في الصحيح، حاجه مختلفه جمله، وانا كل بلاصه نمشي لها ماذا بيا نجرب شنو ياكلوا الشعب نتاعها. دونك الفطور المغربي حاجه سبيسيال شويه مختلفه على الماكله نتاعنا. هذا البغرير شبه كما عندنا نحنا الرغايف، تحطوا هنا في العسل وتلعب له. هذا ملوي اللي هو عندنا نحنا ملاوي، هذايا العظم والخليع، الخليع اللي هو اللحم هذايا، هذا زاد من الحاجات اللي ياكلوهم هنا في المغرب الصباح. وهذايا الحرش، اسمع على جسمك حرشه هاي تريدها. ونعديو بالتاي، فماش هنا ثقافة تحليب وقهوة حليب ولا تاي الصباح، كلها تشرب تاي الصباح، وما اسموش تاي، اسمه أتاي، أتاي. جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. بلاصة شبابة برشا برجولية، تنجح تعمل الفطور نتاعك في المنظر الجميل هذايا. وين على البوجينك توانسه مغاربه تقريبا راه بحال خوت نحن خاوه. مرحبا بكم في اي وقت من البلايص اللي لازمنا نجيوهم ونتعداو عليهم. حسان تور حسان، البلاصه هذيا مزيان على الاخر فيفا بالقدا، هذيا الصماط حسان. الضريح هذا يكون مدفون فيه العائله الملكيه، مالوروزمون ما نجموش ندخلوا على خاطر مسكره من بريود الكورونا، مازالت ما رجعتش حل. سمعت حسان ضريح محمد الخامس، ثم الحسن الثاني ومحمد الخامس ومولاي عبد الله. وهذا الفيو نتاعها برشا عباد يجيو يقعدوا لهنا، يجيبوا قهوه ويقعدوا يتفرجوا، ومن هنا تشوف المسرح اكبر مسرح في افريقيا. ما نعرفش عملوا له الاوبننج ولا مازالوا. دونك البلاصه هذيا من البلايص اللي انا يعجبوني، نظيفه بالقدا وشبابه تتمشى. شرفي. شرفنا، ربي يخليك. تونس ناس مزيانين، مرحبا تونس في المغرب، تونس زوينه عزيز عليا، تونس تونس معقولين. هاي بسلام نهاركم زين. تو باش ناخذوا الترام ونمشيو نفطروا، اما ما نجمش نمر مرور الكرام وما نحكيش على الترام اللي في المغرب. كل صراحه في ليفل عالي على الاخر، يجي في الوقت كليماتيزي بالوي في برجوليه، من احسن الحاجات ترانسبور في المغرب، حاجه طياره على الاخر. واكيد لفما كونترولور وخلاص وكا الحكايات هذوكم، الموزع الاوتوماتيكي تجي وحدك هنا تحط مثلا باش تاخذ تيكي، يقول لك فواياج والا اكثر من فواياج، نحن باش ناخذ وحده بركه، تعطيها الضربه هكا تحط الفلوس نتاعك اللي هي 6 دراهم وتعبت لك التيكي نتاعك. دونك هذه التيكي، وفما زاده كارتا، يعني فما شكون اللي عندهم كارتا ويشارجيوها، مي نحن كتوريست معناها ما نستحقوش. شوف توا مثلا وقت الانتظار دقيق، انت كي تدور تلقاه ديجا جاي، وقت الانتظار 00 الدور تلقاه جاي، ما فماش اللعب في الموضوع هذايا. تنزل هنا هوب. الكل مغاربة عشقاي بجمعي ساوي شبة الله ميضا نور. غادي نديروا وحده الطاجين الزوين، والماكله ديال المغرب زوينه بزاف. نعملوا حي الطاجين تو باش نمشيو عند بال معطي. هذه معلومه حطوها في بالكم، هنا اي واحد راجل كبير مش عم فلان، هنا عندهم يقولوا با فلان. ومعلومه اخرى، الشوفور نحن اش نعيطوا له في تونس يا حماد يا كلباب، هنا اسمه جواد. وحاجه اخرى، كي تحب تسال واحد في المغرب وانت معناها ما تعرفوش، اسمه سيمو، سميتو سيمو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايش عندنا اليوم؟ عندنا طاجين.
التواجد. بصله وزبيب ما تسموه بالمغربيه المروزيه. كاين خضار. هذه الخضار. اوكي. طاووخي الزوج الجلبانه واللحم والقرعه. اها. كاين اللحم كاين الدجاج. اللحم والدجاج شنو تقترح علينا؟ نقترح عليكم هذه وكله مغربيه 100%. خمسه الخضار، كاين بطاطا، كاين خزو، كاين الجلبانه. هذايا الطاجين الخضره، وناخذ واحد الدجاج. كرم بخليه. عايش. نص نهار والا كما يقولوا لهنا الغداء، حبيت انا نختار كما نحن نقولوا المدينه هما يقولوا السويقه. جيت لبلايص شويه شعبيه على خاطر لهنا تشوف الناس وتاكل الماكله الصحيحه وتحتك بالشعب. الايامات اللي فاتوا كلينا في ريستورانات مزيانين كما دار ناجي، عندهم ماكله باهيه ويعملوا لك شو بالاتاي والفازات هذوك من الكل. مي انا اليوم حبيت نوري شويه معناها الجو الشعبي سورتو لهنا معناها في السويقه في الريستورون هذايا. ناس محليهم ناس يضحكوا معاك يلعبوا معاك. وهذا خويا الفطور اللي خذيناه، عندك هذايا طاجين بالخضره، وعندك هذا شوف هذايا الطاجين اللحم، اللحم يكون لداخل ويكون مغطي هو بالفريت. وجابوا لي هريسه اخويا، حسوا بيا قالوا لك تونسي لازم خاصك الهريسه، قال لي جبنا الهريسه. وهذايا الخبز لهنا ما ياكلوش باغيت، ومانيش نقول لكم على خاطر الفيديو هذاك كان يتفرجوا فيه مغاربه. الخبز هذايا ما نقولولوش اكل كلمه، تعرف في تونس نعيطوا له الخبز هذايا اسمه دونك لهنا قول خبز وكهو، رد بالك تسمي الاسم نتاعو ما تقول حتى شيء. من الحاجات اللي باش تلاحظهم في المغرب كونوا فما ميكس في الماكله ديما، تلقى حلو وحار مع بعضهم. مثلا عندهم الطاجين هذاك بالبرقوق، البرقوق اللي هو العوينه، وهذايا بزبيب، يعني الحم وبزبيب وتحسوا حلو برشا معنا. هاي نبداو ناكلوا خويا. هاي وكل عاده مشيت الطفله يعطيها الصحه تحضرنا في التاي. لهنا في المغرب راهو التاي من اللي تقوم للي ترقد وانت تشرب في التاي. وانا توا كان يهزوا يعملوا لي التحليل تا يخرج لهم تصويره برا التاي في الورق، التاي بوزيتيف. يعني بزاف اتاي الصباح وفي الليل في كل اوقات. اش صبتي داخل؟ اتاي والبغرير والرفيسه وكل شيء. ونهضر مغربي مزيان دابا؟ لا شويه. تعرفني تونسي كي نهضر معاك؟ بايده. وغادي نهضر معاك مغربي ما غاديش تتاي. لا نهضر نشوف. بغيت برد الاتاي. اتي برد اتاي. برد اتاي. سير. وصافي وخذينا زوج طاجين. صافي مزيان دابا. والله يكبر بيك. صافي. طاجين. واتاي يعني هي نورمالمون تحسها ما تجيش، تحسها طاجين وجازوزه معناها كي باش تنتعش شويه. اما خويا مادامك في المغرب الاتاي بالنعناع ما فيهوش كلام، وعلى فكره يشبه للتاي التونسي بالكدا بالكدا، يعني ما تنجمش تفرق ما بيناتهم. التاي الاخضر فطرنا من السويقه غاديك، خرجنا على الوداية هذاك علاش نحن فطرنا غادي منها، شفنا شويه السويقه نتاعهم والجو العربي اللي موجود وخرجنا من هنا. هذه الوداية بلاصه معروفه على الاخر ويجيوها ناس كل توريست، معناها بلاصه توريستيك ما فماش شكون يجي للمغرب سورتو الرباط وما يتعداش هنا. وما عادش بكري وملا التحدي ما ياخذوا بالحق 24 ساعه عملت هذوما الكل زلتش نمشيو لبلاصه اخرى. دونك خليني نعطيكم فكره على البلاصه هذيا، شوفوا الفيديو نمشيو نشربوا كاستاي ونتلقوا على رواق. قهوة الوداية قهوة مزيانة على الاخر، عندها فيو مش نورمال، تشوف كل شيء تشوفه من هنا. تنجم تجي هذا نتاع شاي، تجي تعمل كاستاي وتاكل شوية حلو مغربي. مي بالنسبة لي انا صايف فول اتاي، باش نخلي جيت باش نوريكم جوست البلاصة خاطر انا جيت الايامات اللي فاتوا، ونمشيو لبلاصة اخرى نعملوا قهوة نتاع الليل باش نوريكم البلايص تاع الليل. احنا عملنا فطور الصباح لهنا، وهذيك لهنا وين حسان هذوكم يا عمو. دونك هي الكلها قريبة لبعضها، معناها تنجم تدور في البلايص المزيانين من غير ما تضيع يعني برشا وقت، خاطر كل شيء قريب لبعضه مع الترونسبور مزيان يخرج جوك احلى جو. برا خويا نمشيو توا يا الاكدال الحي الرياض، غاديك باش نعملوا القهوه نتاعنا. هذوما البلايص مزيانين راقيين حلوين تعرك شاف الليل. هذيا اعزكم الله البوبيل، البوبيل هذيا بالواي فاي وتشارجي التليفون، ديجا مجربها انا وشفتها برشا في المغرب معناها بالحق. ثم تقدم جميل في المروك صراحه، تمشي بالطاقه الشمسيه وتحط البوبيل نتاعك وكان تحلك التليفون شارج
هذاك بور يو اس بي وتحب تكونكتي تكونكتي باش تبعث لحد ميساج ضغط فيها ولا اي حكايه. وشفتها في برشا بلايص وبالحق من احلى الشوارع اللي موجودين في المغرب سورتو في الليل. يعني العباد اللي تحب تجي في الليل تعمل قهوه تحوس الشارع هذايا يعني انا ماني تفاجئت به. هذايا بالضبط في حي الرياض شارع النخيل ما اكتشفتوش من الاول مي مزيان على الاخر. جيت عملت قهوه هنا وعملت دوره تتفرهد برجوليه هذايا من البلايص اللي ما اكتشفتهمش من الاول سينو كلهم قاوتي في الليل نعملها لهنا. وعلاش يا ليل لقيتيني بالتخمام نتمشى وسط الظلام سافر بلا قنديل مهدود الحيل عافر في ليام طريقي ماليها الرصام يا ويل يا ويل يا ويل. في الايامات نتاعنا في المغرب برجوليه كانت اكسبيريونس مزيانه على الاخر. حاولت لو ماكسيموم في النهارين اللي هملت على الاخر وجيت في النهار الاخراني وحبيت نعملكم فيديو. هذه اخر قهوه في المغرب قبل ما نمشي للمطار ونطيروا لبلاد واحده اخرى. بالنسبه للمغرب معناها بكل صراحه بلاد مزيانه على الاخر، ناس متعاونين سيرفيابل اللي تسال ويوريك. اللوج على شكون باش يشد التليفون باش نحكي كلمتين وانا وحدي ندور قاعد نصور. عد معايا نهار كامل يعني شفت الفطور وطلعنا في التراه وعملنا كل شيء. كل عاده ما نجمش ما نشكرش العباد اللي عاونتني في الفيديو هذايا، صحابي المغاربة نزوها الحب وفتيحة وفطوم هما اللي عاونوني بالكاس. ديديكاس الماما شيخدنا بالماكلة خويا راضية شبعتنا ماكلة مغربية. صاحبي عزدين خويا بورتو ماهوش لهنا هو مغربي ماهوش عايش هنا. اسمعني مهدي تستحق حاجة قولها لي، برصة العزوزة اوكي برصة لامي ما تستحق اي حاجة قولها لي صافي. اي حاجة اي حاجة تستحقها مهدي برصة العزوزة في المغرب نفداك عشان كل يوم معاي في تليفون ومعاك في اصحابه. جاني سفيان عاوني في التصوير. الشعب التونسي خوتنا سيري وحبابنا وانت مرحبا بيك. من الرباط نقول لكم الى اللقاء اصدقائي، نشوفوكم في بلاد اخرى في فيديو جديد. ما تنساوش تعملوا لايك وكومنت وشير. نشوفوكم الفيديو الجاي. بيس.